يا صاحبي عيب قوي والله العظيم لما يكون عندي امتحان وانا اصلا في امتحانات دلوقتي واعمل لك الفيديو يا باشا ومظبطك كده يا باشا في الحياه وانت ما تعملش لايك ولا سبسكرايب، عيب قوي والله العظيم في حقك. يعني الحمد لله واحد عنده امتحانات بس، يعني الحمد لله بنصور فيديوهات وبنعرف نمنتجها والكلام ده. هو بيبقى فيديو واحد بس في الاسبوع ولكن احسن من ما فيه. كنت اتكلمت المره اللي فاتت عن ازاي تخلي بنت تجري وراك، واتكلمنا عن حاجات رئيسيه في الفيديو ان هو ازاي تهتم بشخصيتك والكلام ده. ولما جينا على موضوع الشعر والكلام ده كنا بنتكلم على القشره، وفي ناس كتير جدا جدا قالت لي عايزين حل قشره، ففي الفيديو ده احاول احل لك موضوع القشره ده خالص، ومش هتلاقي قشره خالص بعد كده عندك بعد الفيديو ده. فيلا بينا. ازيك يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو مره تشوفني انا كريم عفه بقدم محتوى في ستار وتفشل سبيكر، ادخل كده خد لفه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. الواحد يا باشا مننا يبقى متظبط كده يا باشا في الحياه، وحاطط يا باشا البرفيوم بتاعه والتكيت يا باشا، ونازل وكوي البنطلون وكوي القميص وحياته كلها تمام يا باشا، ويجي شويه قش كده يا صاحبي يبوظ لك الحياه بتاعتك كلها. انا مش هتكلم النهارده في الفيديو عن ليه القشره بتيجي والمفروض نتجنب القشره ازاي عشان ما تجيناش والكلام ده. احنا نحل المشكله على طول عشان نتفادى المشكله، لكن فكره هي ليه والمفروض ازاي ما نخليهاش تيجي والكلام دي مش قصتي، وممكن ابقى اتعمق في الحوار ده بعد كده واعمل لكم فيديو يعني. ولكن في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن ازاي نتخلص من القشره. وانا من الناس اللي كنت بعاني من الموضوع ده، كنت بلبس يا باشا طقم الاسود بتاع الشيك يا باشا وانزل علشان اروح الشوار بتاعي، وابقى عامل حسابي ان انا اتصور صور كتيره جدا والكلام ده، وفي الاخر الاقي القشره طبعا بتاع الشعر هنا وهنا. وطبعا يعتبر معظم الولاد شافوا المشكله دي، ممكن يكون البنات سيكه علشان الطرح والكلام ده بتخبي يعني الكلام ده، ولكن الولاد بتبقى عارفه الحوار ده جامد جدا جدا. اختصارا بقى كده ايه الحل؟ بص يا صاحبي، انا جربت كل الحلول الممكنه، فكره ان انا احط خل على شعري قبل ما استشور، فكره ان انا اظبط شعري كده بحمام كريم كل 4 ايام، وجربت كل حاجه. وخلينا بس نتفق عن ان انا جربت الطرق المفروض للشعر، لكن الفيديوهات بقى اللي هي بتاعه تحط بقى بيضتين على شعرك وحبه لانشون بقى وتعمل لك بقى بيض باللانشون بدل بيض بالبسطرمه والشغل ده مش عندنا يا صاحبي. لو جاي عشان تتفرج على الفيديو ده عشان اقول لك حط يا باشا بيضتين في شعرك، انا مش هتكلم. لا ريلي فعلا مش هتكلم والله. انا فكره احنا بقالنا مع بعضينا 4 سنين وجاي تقول لي حاجه زي كده ليه يا صاحبي؟ فبعد طول تجربه كتير جدا جدا، وان انا جربت منتجات كتيره وكده والكلام ده كله يعني، لقيت في الاخر ان هذا المنتج وهو ليس ريسبونسر، ويعني اتمنى ان الشركه تيجي تقول لي بعد اذنك الكريم اعمل لي ريسبونسر ونديك مثلا 30 مليون دولار فاهمني، وانا بعمل لهم ريسبونسر وافضل اقول لكم اشتروا المنتج والكلام ده. ولكن يعني الحمد لله اليومين دول مفيش سبونسر، بس يعني باب متاح يا باشا انا وتحت اللينك بتاع الجيميل بتاعي اللي عايز يجي يتواصل يا باشا، واقل من 3000 دولار مش هقبل. المهم المنتج ده يعني حاولوا تاخدوا الاسم بتاعه بقى، او يعني انا حاول برضه اقرا لكم برضه الاسم بتاعه، ولكن ده هيبقى شكله علشان لما تيجي تروحوا تشتروه من اي صيدليه، وهو اسمه نيزابيكس. نيزابيكس ده عباره عن شامبو زي ما انتم شايفين كده، تقريبا سعره ما عداش 20 جنيه، كان لما جبته ساعتها كان ب 20 جنيه او 29 جنيه مش فاكر، بس يعني سعره قليل جدا جدا جدا. وحلاوه الموضوع ده ان انت بتغسل شعرك كل 4 مرات او كل 4 ايام وبتستعمله، حرفيا سحر والله العظيم. هو في بس ممكن يكون مش عارف عيب ولا ميزه ان هو ما بيرغيش، فانت بتحس ان انت عايز تحط اكتر، ولكن هو النظام بتاعه كده انت بتحط بس حبه صغيرين على ايدك وبتغسل بيهم شعرك وهو ما بيرغيش اصلا. ولكن يا صاحبي مفعوله والله العظيم زي السحر. سيبك بقى من الشامبوهات بقى اللي بيستعملوها بقى لعيبه الكوره، علشان دي بتبقى اصلا شامبوهات مخصصه لعيبه الكوره، وانت مش لعيب كوره يا صاحبي، ولو انت لعيب كوره بتتفرج عليا فشرف ليا والله العظيم جدا جدا بجد والله العظيم. فعلا المنتج ده جامد جدا جدا، هتلاقيه يعتبر في كل الصيدليات. كل اللي انت هتعمله بس انت هتغسل شعرك كل 4 ايام وهتغسله بيه، والموضوع حرفيا اتحل خلاص. انا جبت لك يا باشا الخلاصه المفيده يا باشا، فانت برضو ايه جيب لي برضو الخلاصه المفيد، وسبسكرايب يا باشا جميل، ولايكك وعرف الناس كلها بقى ايه حل القشره. انا كده بضرب اصلا كده ايه الدكاتره بتاعت الشعر اصلا، عشان ايه انا دخلت على شغل. ففيديو خفيف ولكن انا عارف ان هو هيحل مشاكل كتيره جدا جدا. برضو عايزك برضو تقول لي تحت في الكومنت عايزني اعمل فيديوهات ايه او حلول لايه بالظبط، وانا هعمل الفيديو ده على طول لو عندي اكسبيرينس فيه او خبره، ولو ما عنديش يعني هيبقى عندي برضو. طبعا ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي. وانا اليومين دول اكتف جدا جدا على التويتر وعلى الانستجرام وعلى التيك توك، فلازم تكون متابعني هناك علشان بيبقى في محتوى هناك مختلف عن المحتوى بتاع اليوتيوب. وكالعاده دوس يا كوتش صمالي.